احملوا احملوني إلى الحبيب ودعوني في رحابه أستريح. حاول أنك تغير في القفلة، أنا عملتها قفلة بنوع معين، القفلة الثانية نحاول ولو نختل تكون مختلفة على الأولى، فاهم؟ نسمع أسامة. طه نبينا صلي عليه، طه محمد تحظى وتسعى بالقرب لديه، تحظى وتسعى فهو الرسول للخلق جميعا للخير يهدي بالحق جاء. ثاني مرة يعني رايح نطلع المنصة إن شاء الله، وراني متحمس يعني كثير إن شاء الله بربي، إن شاء الله نقدم ما لدي إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله. الحمد لله، المورال عالي العال والعمل مهضوم بإذن الله وباجتهادنا. إن شاء الله نفوتوا كما يقولوا برايم هايل، ونطلب من الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله.